الكلمة إلى أخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق فليتفضل. صاحب الجلالة الأخ ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله وتوفيقه أنهينا أعمال دورتنا السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، والتي كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء. ولا يفوتني هنا أن أجدد الشكر لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وللشعب البحريني العزيز على ما أحاطونا به من عناية ورعاية كريمتين. ويسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت، حيث سنحظي بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وأخوانكم، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد على دروب الخير خطانا ويوفقنا لتحقيق تطلعات شعوبنا بالأمن والاستقرار والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.